احترق مخزن سلاح تابع لميليشيا سرايا السلام في منطقة الأورفلي وسط مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد. جاء الحريق بعد إعلان أو بيان عادل عبد المهدي بدمج ميليشيات الحشد الشعبي مع القوات الحكومية وإخراج مقرات الحشد من داخل المدن وإغلاق بعضها، علما أنه قد حدث انفجار في مخزن مماثل قبل نحو عام أدى إلى تدمير عدد كبير من المنازل وراح ضحيته العشرات. وقد تم التأكيد في حينها على إخراج أكداس العتاد من داخل الأحياء السكنية، ولكن ما الذي نراه الآن؟ فلنشاهد.